بكل صراحه نعيش فتره كسر عظم رانا الان في صراع قوي عندما نجد ان العداله العداله القضاء يأمر بمنع مغادره التراب الوطني لمسؤولين كبار في الدوله المنع من مغادره التراب الوطني لمدير عام موبيليس مدير عام موبيليس اللي هو شوقي بو خزاني ممنوع من مغادره التراب الوطني رئيس مدير عام سوناطراك اللي هو حكار توفيق ممنوع من مغادره التراب الوطني وياسين بن سليمان رئيس مدير عام الخطوط الجويه الجزائريه ممنوع من مغادره التراب الوطني بامر من العداله العدالة أمرت بمنعهم من مغادرة التراب الوطني لأنه متورطين في ملفات فساد فساد من نوع كبير مثلاً مدير عام موبيليس مدير عام موبيليس هذا توفيق أو هذا الشوقي بو خزاني متهم بالتجسس على كبار القادة العسكريين وعلى رأسهم قائد أركان الجيش الفريق الأول شنقريحه كان حاط التليفونات تاعو تليفونات أهله تليفونات المقربين ليه تحت المراقبه يتجسس عليهم شكون اللي يهضر معاه وشكون اللي قالو وشكون اللي قال وشكون مصالح المخابرات العسكريه الامن الجيش دي سياسه فتحوا تحقيق ووجدوا انه نعم في تجسس اذا راحوا شدوا مدير عام موبيليس وقدموه امام المحكمه العسكريه قدموه اداء واش يقول لي هذا <applause> أوه... <لا. تصفيق> يعني إذن اذا قدموها امام المحكمه العسكريه بتهمه التخابر والتجسس على كبار القاده العسكريين على راسهم قائد اركان الجيش وقدموه امام المحكمه العسكريه ووكيل جمهوريه وقاضي التحقيق في المحكمه العسكريه قبل ما يحاكموه طبعا قبل ما يمثل امامهم نزعوا جواز السفر وفق الاجراءات القانونيه ومنعوه من مغادره التراب الوطني ممنوع من مغادره التراب الوطني في يوم تقديمه امام وكيل الجمهوريه العسكري في المحكمه العسكريه يصوني التليفون من اعلى السلطه في رئاسه الجمهوريه يامرونهم باسم رئيس الجمهوريه باطلاق سراحه خلي السيد يخرج واحد متهم بالتخابر متهم بالتجسس على كبار القاده العسكريين يجي امر قال يخرج وش معناتها معناتها هناك جهه نافذه متنفذه هي التي امرت هذا المسؤول تاع موبيس باش يتجسس على قائد الجيش وكبار القاده العسكريين اذا رانا عايشين دوله داخل دوله اذا رانا عايشين كلون داخل كلون اذا رانا عايشين صراع اجنحه اذا رانا عايشين في واحد ما في الاخر ممكنش ثقه ما ثقه مدير عام سوناطراك متهم بتلقي رشوه هو ومدير عام سونا الجاز شهر بالاخراس وعدد اخر من كبار المسؤولين اداو رشوه من شركه صينيه معها شركه اسرائيليه عضو في المجمع باش يعطوهم مشروع الفوسفات اللي دائما بلزداير يقول لكم راهم فيه شركة اسرائيليه في تحقيق هناك ادله واثباتات انه هؤلاء الاسرائيليين والصينيين مدوا رشوه مدوا رشوه لهذا الجماعه شغار بولخراس وحكار واخرين باش يقبلوا الملف نتاعهم ويفوتوهم يدوا مشروع سبعة مليار دولار مشروع الفوسفات يفتح التحقيق ويامر بمنعه من مغادره التراب الوطني نعم منعه من مغادره التراب الوطني لكن تجي جهه من رئاسه الجمهوريه يقول خلوه يروح مع رئيس الجمهوريه روسيا خلوه يروح مع رئيس الجمهوريه للصين لكن بدون امر قضائي من أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني هو الذي يأمر بسمح له وليس تليفون إلى رانا في دولة القانون مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية متهم في قضايا مدير عام سناطراك متهم مدير موبيليس متهم هذو كلهم متهمين بالتخابر مع جهات أجنبية التخابر مع جهات أجنبية متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته عندهم منع من مغادرة التراب الوطني لكن يأتي تليفون قال والله هذولا راهم رايحين مع رئيس الجمهورية يرافقوه في الوفد الرسمي إلى روسيا وإلى الصين لكن جهة في الدولة قال لا اسمح لي هذو عندهم ممنوع من مغادرة التراب الوطني كيفاش نخليه يخرج لازم يجيني قرار من وكل جمهوريه وقاضي التحقيق الذي اصدر الامر بالمنع يا خويا انت راك له امر بالمنع عندي في السيستم ممنوع جيب لي السماح وخليه يخرج ما تعيطليش بالتليفون ماناش خدامين في زريبه ماناش خدامين في قهوه موح تخلي لي فلان يخرج واش راك خدام في صحاوله تنحي واحد تمنعه من مغادره التراب الوطني بعد كي يجيب لك ربع ملاير تخليه يخرج لا ما يخرجش وما خرجوش وما خرجوش وما يخرجوش إلا إذا كان قرار من المحكمة إذا الآن مدام تحوسوا نكشفوا الأوراق الآن في صراع هناك من يحارب الفاسدين والمتخابرين والخونة والعملاء وهناك من يحميهم يحميهم ويتسامح معهم هذا هو الصراع الآن وبنزدير السعيد راح في دز الخير أنا السعيد بنزديرة أدفع فاتورة صراع هؤلاء الجبابره راهم متقاتلين كاين جناح منا يحارب الخونه والعملاء وكاين جناح منا يحمي الخونه والعملاء وراهم الضاربين وبنزيريه راه في الوسط هو أخوه راهم يمسحوا فيهم لكن نقول لهم لن يستسلم انا مع الحق ومع دوله القانون ومع الجزائر بلادي ولو كلفني سجني او سجن خويا او سجن كل عائلتي لن استسلم ولن اتنازل على حقي ولن اصمت صراع الله الله بيناتكم اتخذوا ما يهمنيش انا يهمني ان الجزائر تبقى صامده لا للخونه لا للعملاء لا للجبناء هذه الحقيقه تحبوا تلفقوا البنز تهمة ابتزاز واوديسات وكذا اثبتوا اعطونا ادله سي ما مشكل بالزديره قال اوكي راني مبتز راني من سواج بصلة راني فاسد أعطوني أعطوني حاجة دليل يا سيدي أعطونا رودا من هذه أودي الأوديسات هذه. أعطونا الكابو يا سيدي أعطونا أعطونا الزجاج برك تاع الأوديسات مازال ما شفناش تحوسوا بالزيرة أعطونا حاجة سيدي ومعليش ومسحوا فيا الموز قال قال صح أعطونا أعطونا حويجة سيدي أعطونا زعكة تاكلوا الحلوه واحدكم اعطونا الزع كان نمشمشوا معاكم اسي نعاود نرجع لهذاك الرويج تاع خنشله نخدم به واسمو هذاك يوسف عويجية ولا واسمه تاع لوتيل نقول له يعطيك التحذير واليوم راني مشغول راني نحيلك لك السروال قاسم بالله نشلح لك قدام مرتك وولادك لاني يعني نكشف لك اسرار الفندق ما يحدث وصفقات مع القضاة الفاسدين تبيعوا وتشروا في القضايا في الاوتيل هي عندي كلش قسما بالله نعريكم واحد واحد يطحعنا يا اما تبعث لي خمسين الف اورو اللي قلت لي اللي روحت قلت له ما عطيت له خمسين الف اورو وانا مش توالو ابعث لي ياسي هسي بعث لي خمسين الف اورو ونسكت خلاك تقول عطيت له خمسين الف اورو انا مش توالو هبعث لي خمسين الف اورو تاع ياسي ونختي قسامك ما نهضر عليك ونقول لهم راه بعثها لي خلي ايه ونقول لهم راه بعثها لي سي يوسف عويجيه وكفى المؤمنين شر القتال يا اما تعتذر قال يا ودي اسمح لي بالزديره ما هدرتش قول ما هدرتش انشر منشور قال ما هدرتش يا اما يا اما نشلح لك البنطلون من لاغاليو يعني الملابس الداخليه نرميهم لك فهمت هاي بقى على خير